إذن بسم الله مسراها ومجراها. نهار عفا عيد متتبعي الإخواني متجام داخل وخارج أرض الوطن، نهار عفا عيد مقبلين إن شاء الله استقبال عيد عيد الأضحى المبارك. وما مش النوم حسين بقى استضاف جد نهار هذه سمو لسبب العيد. أخت عود شوية أخت عود تحول أجواء العيد كتاجر للتجار المواسم. لكم كلمة سي حسين. السلام عليكم القرم، انتم سعيدكم مبارك سعيد. اسيدي الحمد لله وما كيخعيد ناس بوتاد حب خرج عجب الخرحال الطاس مون داكي الله خار بيزكم كيخعيدان ومن صغير قارس. اسيدي عيدكم مبارك سعيد يعجب الخرحال الطاس على وجه الحمد لله. التجارة موجودة كل شيء مزاع. على ذكر الرواج بالنسبة للرواج التجاري اسكوسا يعني التواجد الجاليه المغربيه هذه بنت يبني المغرب المستمر يعني جديد نهار الرواج اسكوسا يعني اسكوسا زغوت صغار مثلا اسيدي اسكوسا حس زغوت صغار اسكوسا خاربي تحب الخارج كيف عيدا شنو يعجب الفرحان ما كيحيد الطاس فرح زيسنا الطاس والله العين العظيم ولكن كيفاح العائله تنسان خاطر سنيو انت غير الوالد ديالك تبغى تعيط سنا كيسن عيدا وسن عيد دا كيسن عيش بس نحار الطاس ولا شنو يعجبها ان شاء الله ديري جاري النخ المتسامحه بدا موتي غير عطبور تما دابا عاد شنجاري ويا ونغنيه مساكين خشر الطاس مبريد زيت تيزنا نخ والله العائل عاد تكون مساكين زيت تكون معاناه في الطاس مبريد والله نحبه نزول تور تحاول خارج فاميليه مره والله العائل العظيم الحمد لله. حسين خاص شهر حدش كتاجر مواسم كنت نزام حاليا العربي مثلا لعافا معي. قالي تاريخ الفخا مع الطاس ظرف الصان تي شفتي حوري شي حاجه نعرف ان حورين يخرج معاني في يومين ولكن شويه مشى تما شويه شويه هو موجود الموجود خاص يقبل كل شيء خاص يقبل. اذا ما التجاره موسميه واحد التجاره موسم زي عام وعام وانت تاعي ولا خصم حن خمانيه تقاموت ولكن خصم حن خيومين خا كذا عذا وش نفرح وش تجاره والله ما تجاره ميتيري معاملات ضحاج دوري وذان قارس ناس اذا مفاجارة نخ معاملات مليح ضحاج تحب باش نسول ونضيعك هاد كل شيء ما مش السنة الحسين رجل طيب استقبال الخوري ما نزد غازي ما يازم والله الا سماحي الشهر اي نص شكرا للطاس الجيران مليح قارس عيدكم مبارك سعيد قارس نمار ريني اذا انت المغرب ريني الخارج قارس ان شاء الله توب بسلامة تحكم سلامة وان شاء الله عام دي قالك خير ان شاء الله مرندا كلمه اخيره يعني هو اول حاجه تشكا تشكا عارف اليوم تستخر يونس تستخر الكور عام زق عام زوار الحمد لله ومي غادي تاس نزار ريتي استقبال انا خمس سوارت الجاليه خيني اذا انت تحب مع الجيران والجاليه المغربيه والفاميليه شعايب نور الدين محمد حسن هذا جاينون تشكا ان شاء الله جالس متسامح حق الوالدين اللي غادي شي حاجه تعفد لك ونغني ان شاء الله يمشوا محلي العربيه نعيد ان شاء الله كلشي غادي نغني الصفا. المناسبة نعيد هي مناسبة الحقيقة لجمع الشمل العائلات الله وخلق الفرحة ما بين الأسر وبدورنا القراصنة يعني الجالية المغربية في السكان الجالية يعني بصفة الأمة الإسلامية من كمرن عيدكم مبارك وسعيد عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير ودامت لكم الأفراح والمسرات آمين يا رب العالمين. شكرا لطاس غاشم الوطني الفاميلية مبارك العيد مبارك العيد مبارك العيد الجالية مبارك نتبارك العيد يا فاميليا نتبارك العيد يا فاميليا اقصد انت ان شاء الله الطلبه المتسامحه خدم كي اذا انت الطلبه المتسامحه نكافس قاس ان شاء الله سي عبد الخير قبر تيدي انسان ونشكالي ضد الطاس انت المتسامحه عرفت ترجع خو سامحه اخشى من كيدا من كيدا ان شاء الله سماحي باش انت سوور عندي وجه ولا كلمات تثلج الصدر ما مش يعني كلمات فاتي الزكور تحس غزيت انا كلمات والله الا تور والفرح والحمد لله سر فرحت من الجاليه والحمد لله الحمد لله ومن الجاليه العيد كي نخني جل فرحتك فاميليا ما ريت وري غزال لازم المنظر مساكين عندني الوالدين ستك خاربي وحسن عيد قاعدين برا الحمد لله الحمد لله زريفان وتواصلك يسر وخيرك يرحمك الحمد لله الحمد لله الحمد لله عافاك حسين اخو شكرا يا شيخ اليونس قارسنا عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ريني تيرين دراني بارا فاميليا مار ريني تيرين السعوديه قاعده اللي قبل ان شاء الله رحيل جنوام هاي نسمع كل شيء بسرعة. عافاك حسين. شكرا يونس. شكرا جزيلا مرة أخرى. Thank you.
مزيان.